على حسن استقبال وكرم الضيافة. الموضوع اللي مو غريب أبداً من الأخوة في المغرب لما عرف عنهم من كرم الأخلاق وكرم الضيافة وكرم الاستقبال وكل أنواع الحفاوة بالزائرين. ولكن الحقيقة إحنا أصحاب بلد، منا بزائرين، إحنا هذا بلدنا الثاني المغرب. المغرب طبعاً دولة مهمة جداً في كافة المجالات، مو بالرياضية بس، ولكن بما أننا إحنا الآن نتكلم في كرة القدم، المغرب ركيزة أساسية في الوطن العربي وفي الاتحاد العربي وفي كل المشاريع الرياضية العربية. الكرة المغربية كرة وصلت للعالمية عن طريق المنتخب، عن طريق فرق، عن طريق لاعبين. الاتحاد المغربي من الاتحادات المؤسسة للاتحاد العربي. طبعا احنا الزيارة هذه اولا زيارة اخوية للشكر من الاخوان في المغرب على ما قدموه ويقدمونه للاتحاد العربي. ثانيا الاتحاد العربي بادي بطريقة مختلفة وجديدة الان، جايين احنا للاستفادة من الاخوان في المغرب وخلفياتهم وخبراتهم في التطور اللي ان شاء الله مقترحينها في الاتحاد العربي ومساهماتهم. يعني الأخ فوزي موجود في المكتب التنفيذي ورأيه، ولكن الأخوان موجودين هنا أيضا رأيهم بالعكس. الزيارة المغرب شرفتنا، كنا يعني حنا في بلدنا، مو ما أعتقد زيارة، ولكن حنا جايين للمغرب يعني نبغى الاستفادة من خبرات اللي الموجودة في المغرب، خدمات الأفراد، خبرات المؤسسة الرياضية، الخبرات في التنظيم، الخبرات في التعامل مع في أمور كثيرة. والحمد لله يعني دائما التواصل حتى لو ما كان هنا في طرق مختلفة مع الأخوة في المغرب، ودائما الأخوان في المغرب ما يقصرون بأي نصح وأي توجيه. أولا تنظن بأنه العلاقات نتاع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالاتحاد العربي علاقات كيف ما قالوا الإخوان تمتد إلى عهد السي عبد اللطيف السملالي رحمه الله. طبيعة الحال كل مرحلة لها خصوصياتها. اليوم المرحلة التي نجتازها داخل الوضع الكروي العالمي تفرض استراتيجية جديدة مع الاتحاد العربي. أظن بأنه إلى يعني حدود كبيرة نسير في هذا المسار. توج عملنا مؤخرا بلقاء ثلاثي مع رئيس الاتحاد العربي سمو الأمير تركي برئيس الكاف هنا بالدار البيضاء، أول اجتماع من هذا النوع. بطبيعة الحال تدرسنا كل الأفاق، ولكن كجامعة ملكية مغربية لكرة القدم نستحضر باستمرار اهتماماتنا وأفاقنا وتطلعاتنا في كل هذه اللقاءات، وستكون حاضرة إن شاء الله. وشكرا لرحابة صدري. إذن شكرا لجميع العالم.